أكدت مصادر أمنية أمريكية مقتل 10 أشخاص على الأقل، من بينهم رجل شرطة، جرى إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة بولدر بولاية كولورادو. وذكرت السلطات أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به بعد إصابته، ولم تذكر تفاصيل كثيرة ولا الدافع وراء الحادثة. أطلقت الإمارات استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات مقبلة، أي بما نسبته 125.5% تقريبا. وقال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: أطلقنا Operation 300BN استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام المقبلة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فتطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا.